مقام بدر سے بوجھل تو قرآن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في
سعود وجعلنا خلفهم سدا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدقت يا